صوت صافرات الإنذار يقطع سكون المكان. الحرارة ترتفع بشكل جنوني والمهندسون يصرخون: أوقفوا المفاعل، أوقفوه. لكن كان الأوان قد فات. في منشأة تشيرنوبيل النووية كان المفاعل رقم 4 مسؤولا عن تزويد مدينة بريبيات والمناطق المحيطة بالكهرباء، وكأي مفاعل نووي يحتاج هذا النظام إلى تبريد مستمر لأن التفاعلات النووية تنتج حرارة هائلة. وكانت تتم عملية التبريد عن طريق توربينات تقوم بضخ الماء بشكل مستمر إلى قلب المفاعل النووي، وهذه التوربينات تعتمد على الكهرباء لتعمل. لكن في حال انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب طارئ فإن تدفق الماء سيتوقف، وبالتالي سيسخن قلب المفاعل بسرعة مخيفة ومن ثم يؤدي إلى انفجار كارثي. وطبعا لمنع هذا السيناريو يوجد نظام احتياطي لتزويد التوربينات بالكهرباء، وهذا النظام الاحتياطي هو عبارة عن مولدات تبدأ العمل تلقائيا في حال انقطاع الكهرباء. هذه المولدات تحتاج حوالي دقيقة لتعمل بكامل طاقتها، وهي فترة طويلة جدا في عالم المفاعلات النووية. ومن هنا جاءت فكرة التجربة. كانت سلطات الاتحاد السوفيتي تريد أن تعرف هل يمكن استغلال الطاقة الحركية المتبقية في التوربينات بعد انقطاع الكهرباء لتشغيل المضخات مؤقتا أم لا؟ كما نعلم عند قطع الكهرباء عن محرك المروحة تبقى المروحة تدور لفترة بسيطة. هم يريدون معرفة هل هذه الفترة البسيطة كافية لتبريد المفاعل أم لا. ولتنفيذ هذه التجربة قاموا عمدا بقطع التيار الكهربائي عن التوربينات لتقييم قدرة النظام على توليد الكهرباء ذاتيا. لكن ما إن بدأت هذه التجربة حتى تتابعت سلسلة من الأخطاء التقنية بسبب نقص الخبرة لدى بعض أفراد الفريق، بالإضافة للعيوب التصميمية في المفاعل نفسه. فالمعدات التي صممت لتأمين الإيقاف الآمن للمفاعل لم تعمل كما هو متوقع، وبالتالي تحولت الإجراءات إلى كارثة. أحس فريق العمل بأن الأمور بدأت تسوء تدريجيا، فحاولوا إيقاف المفاعل لكن زر الإيقاف لم يعمل. بدأت الشاشات تومض بأرقام لا تفهم، ونبضات قلب المهندسين أصبحت أعلى من صافرات الإنذار نفسها، وما هي إلا ثوان معدودة. تجاوز الضغط داخل المفاعل النووي الحدود المسموحة، وفجأة حدث الانفجار الأول. صوت أشبه بصاعقة تمزق السماء. تلاها انفجار آخر أكثر تدميرا. غطاء المفاعل الذي يزن 1000 طن ارتفع في السماء بسبب قوة الانفجار، والنار خرجت من قلب المنشأة بلون أزرق مشع. هرع رجال الإطفاء إلى المنطقة، لكنهم كانوا يتساقطون واحدا تلو الآخر فيرسلون دفعة جديدة من رجال الإطفاء. كثير منهم توفي خلال أيام، وأجسامهم أغلقت في توابيت من الرصاص. الإشعاع اخترق خلايا البشر، دمر أجهزة المناعة، وتسبب في تشوهات وحرائق داخلية لا ترى. الغطرسة السوفيتية وعدم الاعتراف بالخطأ زاد الأمر مأساوية. السلطات أخفت الحادثة 3 أيام كاملة حتى بدأت أجهزة الرصد النووي في السويد تكشف الإشعاع. وقتها فقط اعترف الاتحاد السوفيتي بوقوع حادث صغير، لكن الأمر أكبر من ذلك بكثير. فهذه الكارثة كانت تحتاج إلى تدخل سريع. عدد كبير من الجنود ورجال الإطفاء وأطباء وبنائين ومهندسين تم إرسالهم إلى الموقع. قاموا بإخلاء السكان وإطفاء الحرائق، وصعدوا إلى سطح المفاعل وأزالوا الجرافيت المشع بأيديهم بأسرع ما يمكن، لأن أي تأخير كان يعني انفجارا نوويا آخرا قد يدمر نصف أوروبا. كثير منهم ماتوا بعد شهور أو عاشوا حياة مليئة بالسرطانات والألم. المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبيل أصبحت الآن منطقة موت، ممنوع الدخول إليها. وتسببت الكارثة بموجة من الوفيات والأمراض بسبب الإشعاع المنتشر. الأرقام تختلف، فبعض المصادر تتحدث عن 1000 الوفيات المباشرة وغير المباشرة. كارثة تشيرنوبيل لم تكن فقط خطأ تقني، كانت صفعة للبشرية لتتذكر أن اللعب بالنار النووية قد يحرق الكوكب.